زمن الكفيل اللي بيتحكم في العمال بتوعه خلاص انتهى، دلوقتي انت اللي هتقدر تختار تشتغل مع مين وتنزل مصر امتى من غير ما حد يتحكم فيك. ده النظام اللي طبقته السعودية لحل مشاكل كتير بس بشروط معينة والمهن محددة. ايه تفاصيل النظام ده وبيطبق على مين وايه هي شروطه؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. من زمان ونظام الكفالة في السعودية عامل قلق وناس كتير اشتكت، علشان كده السعودية عملت مبادرة تحسين العلاقة بين العامل والكفيل. وزارة الموارد البشرية في السعودية قالت ان مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هتقدم بعض الخدمات للعاملين زي خدمة التنقل الوظيفي اللي بيخليك تتنقل من وظيفة لوظيفة بعد ما ينتهي العقد ومن غير ما تحتاج لموافقة صاحب العمل، بس ده هيكون ضمن ضوابط وشروط محددة وضمن الخدمات اللي بتقدمها المبادرة اللي هي خدمة الخروج والعودة، واللي بتسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة لما يقدم طلب بده ويبلغ صاحب العمل إلكترونيا. بس علشان تستفاد من المبادرة دي لازم تكون من العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، ويكون مر سنة على شغلك، ولازم تبلغ صاحب الشغل قبل ما تسيبه بتسعين يوم. خلي بالك في خمس مهن مش هيقدروا يستفيدوا من المبادرة دي: السائق الخاص، الحارس والعمالة المنزلية، الراعي والبستاني، وتوثق المصادر الرسمية. وده حسب التصريحات التلفزيونية لعادل حنفي نائب الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إن في أكتر من 2.5 مليون مواطن مصري بيشتغلوا في السعودية علشان تكون أكبر جالية للمصريين في الخارج. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء السعودية تصدرت قائمة تحويلات المصريين للعاملين في الدول العربية بقيمة 8 مليار و300 ألف دولار، ومستحوذة على أكتر من 58% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية. طيب هل معنى كده ان مشاكل الكفالة انتهت؟ 2.5 مليون مصري كل واحد فيهم لقصة مع الكفيل، منهم اللي تعب من الشغل معاهم ومنهم اللي بيتمنى يكمل حياته وهو بيشتغل معاهم. مثلا من ايام طلع شاب على الفيسبوك وقال انه معاه تأشيرة نظامية، يعني قاعد قانوني، بس للأسف أزمته بدأت من سنة ونص لما الكفيلة شطبت المؤسسة، وده من غير علم العمالة علشان يلحقوا ينقلوا الكفالة. وقال المشكلة دلوقتي إن ملوش بيانات لا في مكتب العمل ولا الجوازات ولا في أي مكان في السعودية، ومش لاقي مكان يشتغل فيه من غير ورقة، بالرغم إنه مهندس اتصالات وجايله شغل في كذا شركة، بس مش عارف يشتغل بسبب إنه ما عندهوش ورقة. ولما فكر ينزل مصر سلم نفسه للشرطة وما رضيتش تستلمه، وبعدين راح يسلم نفسه للترحيلات والدوريات برضو بيرفضوا استلامه علشان ملوش بيانات، وطبعا انه يلاقي بياناته حاجة شبه مستحيلة. بس على جانب تاني في كفلاء كتير مثال للرحمة، والمصريين كتير بيحبوا يشتغلوا معاهم جدا، زي كفيل احد الرجال المصريين اللي اشتغل معاهم في السعودية من 30 سنة عند كفيل سعودي، ولما نزل اجازة في مصر وفي اليوم اللي هيرجع فيه السعودية رجله اتكسرت وعمل عملية وما سافرش. وهنا اللي عمله الكفيل محدش كان يتخيله، لانه ارسل اخوه لمصر يطمن عليه بعد العملية ويشوفه إذا كان محتاج أي حاجة. دلوقتي بقى قولولي رأيكم في نظام الكفالة في السعودية، شاركوني بآرائكم في التعليقات.